الكرام، نذهب مباشرة إلى التقرير التالي عبر فقرات صباح الشروق، نواصل التجوال المعزوفة عند الرشايدة بشرق السودان. قبيلة الرشايدة التي استقر بها الحال بوادي البطانة بمناطق شمال وشرق السودان تعد آخر القبائل المهاجرة من شبه الجزيرة العربية إلى السودان منذ العام 1870. تعد هجرة الرشايدة كما تذكر المصادر التاريخية بأنها الأحدث من نوعها من بين الهجرات العربية إلى السودان، وتعود أسبابها إلى عوامل بيئية قاسية ضربت شبه الجزيرة العربية آنذاك. ويقول بعض المؤرخين أن من أسباب هذه الهجرات التي شملت الأردن ومصر والسودان تعود للصراعات السياسية القبلية التي رافقت قيام الدولة السعودية الأولى في الجزيرة العربية. وبعد رحلات بحث طويلة عن المراعي الخصبة، استقر الحال بالرشايدة بسهوب البطانة التي تتداخل بين ثلاث ولايات البحر الأحمر وكسلة ونهر النيل. اكتشفت القبيلة سماحة إنسان السودان وأقامت التحالفات التي امتدت إلى بطونها وأفخاذها مع بعض القبائل الرعوية بالسودان، وتقاسم الكلاء والماء والمراعي بشمال شرق السودان. هذا الوضع هيأ للرشايدة ميزة التعايش السلمي، ووجدوا القبول من العناصر العربية والإفريقية الموجودة هناك. النشاط الرئيسي للقبيلة هو الرعي الجائر للأنعام والمساهمة المستمرة في أسواق صادر الجمال، كما تميزت القبيلة بامتلاكها للإبل ذات السلالات الجيدة التي تجد الطلب العالي بالسوق العربية وجمهورية مصر. لمجتمع الرشايدة عادات وتقاليد قديمة تمثلت في نوعية البيوت والخيام المصنوعة من الشعر ووبر الجمال، كما أن للأواني وأدوات الزينة شكلا مميزا وأسماء تخص مجتمعات الرشايدة. الزريبي والجفان والسيف رقصات تقليدية قديمة لدى مجتمعات الرشايدة منذ أمد بعيد، وهي تحكي عن قوة شكيمة الفرد وجاهزيته لحماية الأعراض. تؤدى مثل هذه الرقصات عادة في فترات الاستجمام أو ما يسمونه بالتخييم، كما أن لبني راشد مناشط أخرى يقوم بها الشباب اليافعون الذين تدربوا تدريبا جيدا على حداء الإبل والبحث عن المراعي الغنية بجانب سباقات الهين التي تقام بولاية نهر النيل. في الآونة الأخيرة بعد أن تحسنت الأوضاع المعيشية للقبيلة، دخلت السيارة إلى حياة الرشايدة وباتوا يستخدمونها في نشاطهم اليومي. النساء هن الأخريات لديهن الدور الرئيسي في توضيب الخيام وإعادة نصبها في الحل والترحال. لا